شفر الأسعاف، شفر الأسعاف أنقذ حياتي، أنقذ حياة شباب كتير. شكرا لي، شكرا للفنانين المركزة تحت، شكرا مرضى لي، شكرا للشباب اللي شدتني. جت الساعة 5:30 6، الأمن المركزي تعب بجد، تعب تعب بجد. فجأة الجيش راح داخل، الجيش راح داخل، راح داخل بالعصيان، الأمن المركزي اختفى، ولقينا الجيش هو اللي دخل، واضرب اضرب اضرب العصيان، فضل منافق لخمس دقايق. أنا كنت عند أول شارع بالظبط، قعدت أقول لظابط الجيش أنا صحفي، أنا صحفي، ووريته قال إيه أنا صحفي، أنا صحفي، برضه قعدت. لما قلت له أنا صحفي، برضه قعد يضربني بالعصاية. يا سيدي يا فندم أنا صحفي، يا حد في الظابط أنا صحفي، برضه قعد يضربني بالعصاية هو والعسكري اللي معاه. المهم قال لي انزل يا ابن كذا، وراح منزل لي المترو بسرعة. حرق الخيم وحرق كل حاجة، وفضل البنيان في أقل من 5 دقايق بالظبط. بدأت أنا الوحيد اللي أجي في نص الميناء، عشان كان معايا الكاميرا ومعايا الموبايل وأصور بيه، وبالفعل صورت الجيش وهو بيحرق. المهم الشباب بدأت تيجي، الجيش لما لقى نفسه الشباب هتكسر عليه وهو لوحده في الميدان، بعد ما ضرب بدأ ينسحب ناحية محمد محمود. فهو بينسحب مع محمد محمود قصاده الناحية التانية الشارع الموازي له، كان بدأت الاشتباكات مع الأمن المركزي والشباب. من ناحية بقى محمد محمود بدأ الاشتباك الفعلي ما بين الجيش والشباب، الشباك بالطوب والتاني رد بالخرطوش. ما فيش نص ساعة، أقل من نص ساعة، قلت أنا أول واحد دخل، دخل محمد محمود، أو من أول أو من أول 5 دخل محمد محمود. وأنا معدي ماسك الكلمة في إيدي وبقول له صحافة، صحافة وبصور، صحافة وبصور. لقيت واحد ناشط زي ما تقول ناشط سياسي كده، شاب 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 تحفة، بتاع 24 سنة 25 سنة، ماسك كاميرا فيديو ومسلصة على الشباب على الجيش وهو بيضرب عشان يسجل إن الجيش وهو بيضرب. فجأة لقيت الواد ده وقع والكاميرا وقعت جنبه، رحت ناحيته عشان أقومه، لقيت ضابط الجيش قدامي. أنا مديتوش خوانة ولا افتكرت أبدا إن ممكن جيش بلدي يضربني أبدا. المهم اتضربت، لقيت حاجة سخنة دخلت هنا، لقيت محتوى على ظهري، ولقيت شلل تام، شلل مش حاسس بحاجة لحاجة واحدة، لأني شايف لا سامع، وصفارة رهيبة في وداني رهيبة، وشلل تام، شفت اللي عنده شلل؟ شلل تام وصفارة رهيبة في وداني. جيش بلدي هو اللي ظلمني مش الشرطة اللي ظلمني. أول 5 دخلوا جماعة في مواجهة مع الجيش، أغلبيتهم كانوا شباب، يا إما شباب سياسي يا إما صحفيين يعني. الجيش كان لسه برضه له هيبته، فاهماني؟ كل خايف يحتك بالجيش، كل ما افتكرش اول 5 يخش محمد محمود يضربوا نار حي، اول 5 يضربوا نار حي. طب هم اخر 5 حصل فيهم ايه؟ انا بس بسال البشير السؤال ده. انا راجل اعلامي محايد، شفت ده وشفت ده، بس بصراحه الجيش ظالم، الجيش ظلم، الجيش ظلم، والجيش غدر بينا، مش متخلينا الجيش يغدر بينا بالشكل ده. هما عملوا كده ليه؟ مش عارف. ما يعملوا كده ليه؟ انا مش عارف. واضح ان مصر هتفضل فوق القانون، واضح ان البلد هتفضل قانونها بس على الغلابة. لو سمحتوا عايزين حقنا، أنا عايز حقي وحق كل واحد ما وحق كل واحد الصوم، عايز حقي، عايز حقي.